السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. شو أصبحت؟ أقول كم في صباح الخير. وين بي؟ صباح الخير. يا سلام، وين بي؟ كيف بي؟ أنت صرت طمش منك، صرت طالع هيك بتعرف كان بيستوي صباح الخير. أنا يا وقعتني من الفلاش. الوقت اللي أي في مصر، سبحان الله، العام ييتي بدون تنسيق وكان موسم التين، والسنة نفس الشيء. ف اللي زاد الحلا حلاتين، شو فوق التين الزيتون. بقولكم تعرفون شو معنى كلمة شكر؟ وربكم يلي تعبدوني ان الشكر ريج، هذا الزيت ما بكبار الكبار، لا البلدي هذا، ها له صليج، لكن الشكر ريج. تخيلوا ان في الحلا احلى عن التين، حرامي ان احلى عن التين، وريحه حجرتي الضي حاليا من ريحه الزيتون، لان اخذناه من وسط البلد ومن المكان الفكهاني الاصليين اللي روحهم يزرعون في ارضهم ويبيعونه في فرجانهم. فلذلك طعمه حلو اول مره بحياتي، احيد الاول داخل شرات الحصى هذاك ينشب بين الضروس، هذا لا. كل ريوقي من اصبح من اي مصر هالتيم، يعني الوقت هذا حط لي ثلاث تينات. هب الريوق العادي الرسمي هذا، لا هاريوق، هذا يسمونه ريوق نقض الريج. ريوق نقض الريج في الامارات، في الدول العربيه عند اللي من غير ثلاث فردات، لو سبع فردات صح، او فرد وحده الانسان على حسب رغبته. انا ابوي حط لي تين، ثلاث تينات عاد من اتنقى هذا مره اللي ذايب واللي اللي قابض عمره شويونه، شوف يقطر، اقول لكم الشير اللي فيه، اللي قابض عمره احطه تحت فيعيش يومين او ثلاثة ايام، يعيش داخل الثلاجه. فاحطه في عندي ثلاليجه هناك صغيرونه، فيتم فيها احط ثلاث حبات تين، حبتين زيتون وشويونه عنب، شويونه من الخضر وشويونه من الاصفر، واقول بهل يا حبيبي يلا بارك الله. اقول لكم ها هذا اللي تنقيته هنا، شوبك جميل وزين يا زيتون، يغير فيك طبع جبيب مرياحي. كلن يعذر في الزيتون، والاول مكرهين ما فيه، يقولون او انه مرياح ولا بمرياحي ولا الله قال. هذا الحين عادتنا قال لي كم نحب يصير غسلهم نحسن طيب هم تريقهن وتم علينا على الساعة وحدة، والساعة وحدة وحده تقريبا اتريق ريوق الاصلي عاد، اللي ويصير يجيب لي ريوق من عند الفوال هالي تحت، انا ما اكلهم في منتهى الروعه على الفندق ريوقهم، يا غير انا افضل لي خاري يبون هاي الساعه، واحب الحركات هذه. يلا شو أخذ؟ لا ما بتاخذ مزايا، انا قلت لا صبر، انا قلت لك بتي اول شيء يتريق وعقب دوخ، قلت لا اشرب شاي وادخن وبعدين افطر، هذا ابوي ادب. اي ما يخصك في هذا، اول ما جيت انت نحن متشارطين ما جيت، قلت لك محسن تريق كلك شيء وسر البلكونه ويلس دوخ. شو قلت لي انت؟ قلت لك اشرب سيجاره وكوبايه شاي، كنت عايز اشرب سيجاره. في حد يشرب سيجاره وشاي على الريج وعقب يتريق؟ هذا لا، انت دريول ابوي مال نتشان، لا دريول النتشاتش، دريول البافوريه الاول، وهاي اللي اي حاجه بافوري هاي يعني لوفر، اللوفر يعني الصيع، ها ابوي سلك الصيع، سلك العرب اللي فيهم خير الناس اللي عليهم رضوان من الله، اول ما ينشون انقضوا الريج تريقوا فرده سحره، ولا اللي الله كاتب انه عقب كان يسوون بعمارهم اللي يسوون على هواهم، مسكين يعني وايد حلك مرشع يلا سر. لا احتليت والله ان مصيبه هالادمي، مصيبه عيزني عيزه، مشكله ما شيء فايده، حرام اقولكم يا انه خطر علي يقطر من العسل اللي فيه. سبحانك يا رب، اللهم ادمها نحفظها من الزوال يا رب العالمين، ويهديك ان شاء الله يا محسن، ويهديك ان شاء الله، تودر هالدواخه يعلك الدوخ ان شاء الله الباروت. 20 سنة حين 15 18 سنة وانا اذن عليك، ودر الدواخة متى بتودر الدواخة؟ اول الشهر. والله انه ما في الحق، والله اني امس بغني عليه ساعتين انا ياس اغني عليك. ايوه ده قال، انا قلت لك اخذ اول الشهر، ها اخذ القرار اول الشهر.
قول اخذ القرار. اخذ القرار. القرار. اعرفني ايه، ما هي عندك يا، ما اقول لك ايه. قول قرار. 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 ايه يقرونك ان شاء الله الخير. شوف. لا الحين هذا الزبادي ما بمالي انا، انت ليش تاكله؟ جايب ان هذا لوفات وانت عيبك اللي فيه كريمه. صبر وتوك متريج، صارت زيتون، زيتون وصارت يلس، وصارت يلس خاديتني، وصارت كمترا، وصارت الدنيا كلها. ما تعرف اسم الصلاه؟ تسليه. هذا الحين مالك؟ قاعد ترى مشغول عننا، فنقول بدل ما نحس بالملل ناكل. الله. نقضي الوقت في الاخر. انت طول ما انت قاعد ماسك السناب، ماسك الواتس، ماسك مكالمات، فبنحس بان احنا مش عايزين نحسك ان احنا مالين منك. لا حول قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. انصرفي. حلو الزبادي؟ جن. يلا سو سلامة. الله يمسك بالخير والنور. إيش حالك؟ عساك طيب؟ شو أخبارك؟ احنا من محبينك ومتابعينك من البحرين، نحبك ونتابعك في كل مكان ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر. احنا كلنا البحرين، انا وبناتي وزوجي نتابعك، الله يعطيك العافية ورجعك بالسلامة ما شاء الله تبارك الله. ريال انكفو وشيخ واي ودي وكريم، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. الله يرجع بيبتك سالم قانم، انت ولد الامارات، تاج على راسنا يا رب العالمين، تخليكم انتو اهلنا وعيال عمنا، والله يطول في عمرك. واحنا من البحرين دائما نتابعك، وما علي اسفين على ازعجناك، بس حبيت اسلم عليك ان شاء الله توصل بالسلامه ديرتك سالم قانم حق اهلك. سلم حق اخوك، سلام حق اخوك صلاح مسكين الطيب. مشكوره يا الله يحفظك ويحفظ بلادك حكومه وشعبا طال عمرك. علي رايح فين؟ سمعت صوت شخلله كده بالظبط، انت قلت لي رايح اطلع هدوم. زين رابلة. زين شو لقط ناس شال؟ طلع طلع اهو دقيقة لك نار اسود ونيل. يعني الحين شو يعني شو القصة؟ طب فين الفاكهة اللي كانت فيه؟ خلي الفاكهة اللي صبر صبر الحين يا حرامي، ليش شال الصحن مال الفندق؟ جه غلط في الشنطة عامل لكم ايه؟ يا الله لا مال يدي ربك والله يزخونك وانت ظاهر. ها تلوموني فيه؟ ها وانا ياسه دوره هذا مطرشين اهلنا امسات هالدبي يا الله يحفظ، مطرشين الافوالف من ايران عدال الحجراتية، ويوم جيته ادوره شال غرب ما لقطته، وثار ابوي شله وحطه في الشنطه اللي جايب له السمان فيها. يا الله يعني شلك برق يا الحرامي، متى بتوب؟ ايه متوب من هالسرقه اول الشهر بقول. خل سامان خل جمال. يلا يلا بص التدخين وصلوا فين. تعال شوف الحين عذرنا عليه ابوي بدال ما يلس بدال ما لا اسكت خلنا نصور بدال لان لابس الفانيله هاي مالت قبل يومين. يوم سالته اقول له ليش لابس الفانيله هاي؟ قال ما يا معي. ايه شو العذر؟ طيب ما عنديش انا دلوقتي المظله. ايه مفيش وقت ما اطلع الحاجه اللي عندي. وبعدين ازاي اللي خلت البيت؟ ايه لبست دي لي علي بس جان قرب الاذان يا حرامي. الاخر دي اهم حاجه في ما تعطي ولا شيء، دنيا والدين عنده. والنبي يلا 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 حرام عليك. يلا يلا عاد محسن احنا علي تعال كده عند عشان الناس ما حدش ياخذ فكره. احنا كل ده اللي بنعمله ليه دلوقتي تهريج مش ترياس. عرفت احنا بنهارك بعد شفت. شو سويت ان شاء الله؟ غيرت التيشيرت. وغيرت التيشيرت؟ لا بلي تيب عباه يعني عق هاي والبس هايج لا تشطف. مش فاهم حاجه انا يعني بدون تنظف يعني تلبس دي وخلاص يعني وين النظافه وين؟ مستحمل وانا جاي. احلف. اه والله العظيم. ابوش من الميه كل شويه. يعني امتى؟ ايه؟ امتى؟ مستحمل لما يجي النهارده الصبح. النهارده يعني. ايه؟ النهارده.
يا حبيب الغالي يا سامي. سامي ذكرني يا هلا وسهلا عندما تسعي لك قدامي دامي او عدن ما تشري اطيابك يعني شوف شيف ايه البيت هذا اطياب يعني شاد تنتشر او عدن ما تشري اطيابك بالزبادة وعنبر الشامي شامي كم سهرت الليل بس بارك ودعيت انك لي تلامي دامي يا غزال اللي تعيابك عيابك وكتالك كلمة رامي رامي شمس لو جنديل جيابك وتقسم اللوم لرامي الله عين لو تحذبني وتعذابك او تناديبي في الإلامي خادمك محسوب بحسابك بالأمر كل يوم قدامي ونشي العادة وشغلابك اي نعم خذ عني خلني عامي عامي قال من يستغفر يوافق ترم ابوي انتهت ابوي جولة اليوم مالت شو اسمه مالت الجب بس نار مسميرة الحين ها شو رايك محسن تبني فنان ولا نعم هي بتخيب نعم ما شيء عفوا ما شيء ما سمعتك تنعر تعرف شو اللي ينعر ما تعرف شو اللي ينعر ما سمعتش بس سمعت الرعد شكرا عفوا مبسوط انت يا راجل لازم اللواتة هذه لازم حكاية النصب يعني سمسرة يعني هاي لا بد ولا عذر منها متى بتوب انت يا اخر الشهر هذا كله ما يخلص قصيدة من روائع الشيخ حامد بن بطي بن خادم آل حامد القبيسي شيخ قبيلة القبيسات خال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بصوت الدكتور حماد الخاطري يقول الشيخ حامد روحي فدتكم يا غناتي لو كنت لي من البعد موحاش وش حيلتي وش هي حياتي إن كان عبر حالي بلاش من بوي هنايا كرتاتي صافي حجرها بين القماش جيون ومنور بالصفاتي اللي غلي في عين طواش يالله لا تقطع رجاتي منه وتجعلني له فراش وصل شراجرنا عرفاتي فرض عنا لكل طراش من صرت يا الغالي شفاتي كسرت قلبي كسر الغراش دخي خالد اسم خيل علي الخيل الجميل الزايد الله خلتا قديس وقبا لحد سعلا كنت خبال منان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعال علي تعال يا خيبة زين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير هذا الحين بتبتدي الجولة والصلاة لا الصلاة والجولات وين بنسير علي؟ لا وين بنسير؟ الحين دلوقتي في احتمال 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 نروح المقر لا ما يقولون مرشنا هيموت لا صحي فبنظهر مشغل شوف بالضبط وين بنسير الله العالم يعني في عدة خيارات يا ان بنسير الله يسلمكم قبر ام كلثوم ولا قبر عبد الحليم ولا قبل ولا قبر فريد الاطرش ولا زرناها كلها بثلاثة هالقبور والله وعمك عدال هنا عمك هاي تحية كريوكا والله عمك هنا خلاص خالد بابا خالد تيتا ومن بابا شو التطور يعني تيتا وبابا أيوة ها محسب عند بابا وماما وتيتا لا أبويا كلهم مين قرب يسدلها هاك اليوم هي والله جتلها لا يا عقب خبرها هي ما تدوس يا حبيبي
بنام استخلاف الحضاري ويعد هذا حينه سيد منه الساعة 4 هو بس تحيدوا هالممر لازم يوميا اصوره واصور هالجماعة اللي بجاية من الاخوان؟ هذي قدام تفضل محسن هين والله والحمد تطلع كل واحد والله والله الساعة ما ب بمن عنوي عليه يوم اللي انتو كل واحد منكم اليوم عاد ليش انا دازم لك شم دازم لك شم يعني الله يحفظكم لنا ظاهرين من وقت على سبب بنزين الأرافة بنسلم على شو تقرب لك؟ ايه؟ تقرب لك ايه؟ يدك اخذ يدك؟ ايه بنزين ابوي قبر قريوك يزورونه الى موات قوم محسن يا رب في خاطري اصدق لك ما بصدق ولين اوصل هي نعم والله يمكن كل هاي لما صغير كنت لا لا والله هذا اقل شيء تسويه انت تبارك الرحمن يوم اقول لكم ها هاي في الالبوي جاردن سيتي شوف ما زين ها شوف الله عليكم ها كذا كم بيت خالة ابوك علي مين تحية مالها كذا كم بيتها لا اما ليه في وين منطقة الجاردن سيتي كلها بمكان بشوات الأول وهوانب وقصور وكلها من أروع ما يكون كانت حتى المنطقة اللي كنا فيها البارحة السيدة زينب ترك فيها قصر عبدين فيها كل شيء لكن شوفوا أي مكان هله أحشام يتم أبوي ولا سكانها أحشام يتم المكان حشيم غير المكان اللي يسكنون فيه ناس ما يعرفون للنظافة ولا يعرفون للحشمة ولا فيغدي المكان لايط ويغدي الهوية والكشرة وين ما تصير ترى المكان يدل على سكانه إذا سكانه ناس انياب ويعرفون للنظافة والعلم والخبر يغدي مكانهم نظيف واللي ضاري على كشرة والله لو تحطه في قصر شداد بن عاد بيجلب قصر شداد بن عاد إلى صنية درام كشرة بغدي يلا برايكم عادي شو هات البيت ما زينه انتم الله يحفظكم انا جيت وين مكان الفول والطعميه اللي كل يوم اتريق انا منه ما اتشلت على هذا ها كل مره اقول له يسوي لي شيء بالغلط ويسوي شيء صح يعني بتخيح على النت ولا بالضحك حقنا مالي الجروب مالي اوكي زين حاليا شو طلب مالي طلب بسطرمه مالك انت مالهم مال جماعه شو بك منهم اثنين بسطرمه بيت زياده بسطرمه زياده وفي وارمين فلفل اخضر مقلي عليهم زين والقوم علي اثنين بسطرمه واثنين فول على طعميه على بيض على فلفل انت 100 توكل على الله قبل شوي انا طلبت طلبيه انت اخطات في التنفيذ شو بسوي لطلبيتي اثنين بسطرمه ايه فلفل زياده ايه بسطرمه زياده زين مع فلافل مع فلفل حار ايه فلفل ارمين فلفل اخضر اخضر مقلي حار بارك الله فيك بس ليه بس صدق الهدف يا رب شكرا هذا عادة شفتوا في الأفلام يظهر سور مجرى العيون هذا أبوي سور مجرى العيون تديت أنا الفريج هذا ورا كله عاد المدابغ مال يلود وما أدري شو هذا شفت اللي فوق هذا الماء فوق شرات الفلي بسوي له الفلي بسوي يري من وين علي من النيل اللي كان القصور بتاعه ليه مكان القصور يوصلون له الماء فوق شفتوا وين مقواهم مجرى العيون هي عسب شي سموه سور مجرى العيون ورا عاد قناكم الله عاد ما يبرمسه ها ما في الحاضر ملح ولا يبوك هالشيء الزين ها شو بقول لكم شو امورهم وايده والله بلادهم انا روحي احب شي انا شي احب انا اعشق هذا الامر واللي بها بلاد الله على الله يحفظه ييسر اموره لكن تديت لي وتمشيت حيد انت معي علي ولا محسن انا جيت برضه انت محسن ها محسن ايوه شو يوم اقول لكم هاي سور مجرى العيون الحين اللي داخل ها كل المدابق وهاي اللي تشوفون يروحون عليهن ليلود للصلوخ واليهبات ابدا يروحون شو ها ذاك ها وين يهاب لو شرشف هذاك لا والله يهاب ثور كان بعد كم مكبرة والخيبة يقطعونها ويحطونها على وين ما تشوفون على مد النظر كلهن ابو يهبات الجمع ظني يهاب او ايهبه الله اعلم هذا
او انت ساير طول هالمكان، مكان والله كام كبره زين يا غرغيله داخل وما ادري شو. ليش بقول لك بس هذا مال اللي يسوون وقت الامطار، حمال مطافي الجوتي هالعود اللي يركض، شو بسوي؟ غيله دنيا ولا انا احب اسير هالبقع؟ لكن عاد زياده عن اللزوم المكان هذا مأفورين بالحلط. جتني توها رساله من حرمه كاتبت لي بعد لو رجع بقول يمكن، كاتبت لي حرام عليك شي الذله الذله ما ادري ايش قايل، عسى بسرق صحن. انزين ابوي قبل سارق سماعه، وقبل ابوي سارق الدنيا والدين، وهاي حالتي وياه من 15 سنه ودارين على بعض. هذا اولا، وثانيا ابوي هذه كلها مغير وضحك. اي نعم حقيقه هاي السرقه، وسرقه هاي اشياء حقيقيه، لكن انا اظهرها ما من باب الذل، انا اظهرها من باب المغير والضحك والسوالف والفكاهه. في مدلل علي؟ لا تتنسوا شيء في مدلل الموضوع؟ احنا مش موظفين تنزلين، احنا اصحاب وعشره. انزين فلذلك حد من العرب يتخذ الموضوع كموضوع والله انت تذل اللوادم بطريقه سلبيه، لانه هو الشخص هذا او هذه سلبيه او سلبي يرى الشيء بمنظوره هو، ما بمنظور الناس اللي تحب المرأة. انا جاي مصر، جاي مصر اضحك واسولف وعين من الله خير، اكل واشرب ويا الجماعه ويا العالي والداني ويلس المقاهي واكل واسير الخرايب والخناخيش واركب التكاسي والهذا يسمونها صغيرون الميكروباص، كل شيء اسوي من اي مصر لاني جاي انا الحين من اخير البلدان اللي في الدنيا العود، ما اضطريت انا السياير والوادم والاكل والشرب ولا لا لا، الناس شبعانه يا غير انا اطري الاشياء البلدي الشيء الزين اللي الشيء البسيط اللي الناس تفرح فيه. ما بلازم اني انا اسير اظهر الكبريهات والشيش والمداويخ والكازينوهات والرقاصات، انا ما احب اسوي هالنمونه، شبعان ظاهر من خشمي شد قلت جيج من هالامور ما يناسبني انا ولا اسكت انت. انزين ذاهب انت حق تعبت هذه الصيفه. ايوه انزين اسكت خليني اكمل على رمستي. توهتني ومختار الناس البسطاء وعاملهم كبساطتهم، واللي يبي يذل العرب ويذل المسلمين يعرف طريقه ذل الناس وباي طريقه. انا ما بيلسل لي ناس عاديين ويالس انفخ في تيوباتهم ومن وراء اغسلهم وما اخلي لا حاثر ولا داثره واظهرهم على الشاشه انهم عايشين عيشه ملوك. لا 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 العارف ما يعرف، وكل انسان بويه يعرف عمره ويعرف شو طريقته في المعامله مع الزين والشين. انا ابوي ما عندي ويهين ويخوب ويخراب، انا ابوي معاملتي ويا العرب وحده، كل انسان وله قدره، كل انسان وله مكانته. يا غير انا ما بشل حمامي المرعى من على الرقعه وبيرس عاملهم كوزره وفلان لفلان ويوم وشو ما شيء كان في المعامله. يا الله يحفظكم، انا طريقتي اتعامل على وكل الله، يعني بطريقتي هذا اسلوبي ومعاملتي ويا العرب كلها. يعني ما يستوي اني انا ببرز عمري بظهر الجماعة بس أكلمهم الأستاذ علي والأستاذ محسن، وهم لا هذا أستاذ ولا هذا دكتور، يعني هذا بقول له يا أستاذ وهذا بقول له يا دكتور بين قدامكم أنتم، وهم من الصدق حليانين مقطعين لذاني. لا أنا أبوي عامل لادمي على ما هو عليه، أو أني عامل للناس بظهر قدام التواصل الاجتماعي أني أنا في الثقافة والعلم وأسوي عملي بالعريف، وانا من الاساس متكل الا على حد يقرا لي في ثنية يعطيني معلومات، يقول لي هذا وزنه الفلاني وهذا نمونته الفلاني وهذا الشيء الفلاني. وايدين انا اشوفهم في ديارة الغربه، كان في اوروبا ولا في السعوديه ولا شرق ولا غرب، في اي دوله من الدول اسير مخلي لهم ابوي موظف معالي ذنيهم يقرا لهم في ذنيهم، قول شي وهو يقول شي ذاك وهو يقول شي، وهم هناك ابوي ثيران ما يعرفون كيري من بيري. نعم روحي شايفين شوف العين، شيء شرق وشيء غرب، شيء في لندن، شيء في حتى في مصر، امس في مصر جيت بشوف عين يقروا لهم كتب في ذنيهم وهم يبربرون، يعني ما ليش هالعقل؟ وين الطبيعه؟ وين انت حين تمشي سيده وتخاف من الله؟ ما يسوي
تبي تدهل وادم بدواهي ما شيء كبرها ما يستوي ابوي. يلا برايكم شلنا قريب بنوصل الحين بعدنا نوصل. الحين علي من طلعنا اكثر من ساعه لارب انت تقول لسه قدام وقدام وصلنا الحين منطقه هاي وين القبور وين القبر عمك وقبر قوم فريد وهالدنيا من متى من ساعه وانت تقول زحمه يا ابو محمد شو زحمته العربيات واقفه الحين انت تقول تغيرت الشوارع المنطقه هاي ما تغير يا اسطى تغيرت المنطقه هاي من كم من سنه مش ليها كم المنطقه دي ما تغير شي حاجه فيها الميتين هم هم صح حاجه تبع بنا حاجه ولا بتاع ولا طريق ولا حاجه يعني كيف حتى تقص علي يعني انا ما اتوب انا ما اتوب من انت اللي ما بدي اتعلمش نعمل لك ايه ما توب ما توب من كذبك مش كذب ها تنبؤات على طول لوموني لوموني والله ان كذب ريج هالدم حد في هالدنيا العوده له قوانين وترتيبهم غير وما ادري كيف يعني مذهبهم في هالبلاد انك يعني تشتري لك قبر في حياتك وطالعها أمير فؤاد بيك الأطرش المتوفي إلى رحمة مولاه الأمير فؤاد بيك الأطرش المتوفي رحمة الله مولاه أشو الموسيقار فريد الأطرش المتوفي رحمة مولاه الأميرة أمال الأطرش هابوي كل يعني الفنانة أسمهان يعني هاي أسمهان وفريد وأبوه كلهم أبوي في قبر واحد رحمة الله عليهم الله يغفرهم إن شاء الله سبحانك يا رب وأنت وين محسن؟ وين مكانك؟ وين رايحين الحين علي؟ أبري فنانة حيكل وكل الله يرحمه هي يا ويلك نطلع ما بقبر والله ما بغلب عنك مكتوب باسمها الحاجة فاطمة الزيني فاطمة الزين؟ فاطمة الزيني زين وين الحين؟ مرحومة فاطمة الزيني هي إبراهيم الزيني ده بتاعنا زين وبابا وين؟ بابا هو والباب مفتاح وين؟ مفتاح مصر راح يجيب له مفتاح من التربي تربي؟ اللي هو ماسك المنطقة بقى كل المكان وحين هذا قبر منه بعد؟ ما اعرفش عن بيرانكم؟ لا من جيراننا في الموت ما اعرفهمش انت وانت؟ انا موجود انا هدفن هنا ان شاء الله صدق والله؟ اه والله حاجزين لكم مكان؟ لا حاجزين ايوه بالحجز امال ايه؟ اللي بيجي دوره بينزل تحت صدق والله علي؟ والله المقابر كبير ما شاء الله عليه صوروا كده من جوه كيف يعني؟ كده جوه ده جوه طول كبير هي كبر بيتكم الحالي؟ يا دوب كبر بيتك الحالي ايوه ده وضع تراب في مصر كلها هنا كده ان هي بيبقى ليها حوش كل اسره هي حوش والحوش ده بيبقى ليه تحت عينين عين حريمي وعين رجالي واخد بالك وفي الناس اللي هم مبسوطين شويه بيبقى حوش كده زين وفي ناس بتبقى فقراء بياخدوا مساحه في تحت الارض بس ما بيبقاش حوش ما كبير كمساحه فوق مبحوي يعني تحت زين في برضو مساحه تحت للدفن بس هي. هنا ممكن تلاقي في مكان للقعاد مكان للزرع مكان ده باين ان هو ده صاحب المدفن ده مستواه المادي كويس فبياخد مدفن كبير زين انما في مدافن تانية بتبقى تحت الارض وتبقى ماشي في وسطيها كده ايوه واخد بالك بس وهنا بقى الميت طبعا لما بيجي عندنا هنا في حاجه اسمها نروح بعد 3 ايام نشق القبر ايه ليه بقى بيقول لك دي عاده فرعونيه ان هو لما لا ممكن يكون الميت صاحي صاحي تحت فنشق القبر نشوفه لا يكون صاحي تحت القبر وبعد كده نروح بقى الخميس على فكره علي قول حق ام عبد الرحمن يوم ان شاء الله بيجي زامك يذكروني انا حق اطالع حاشقه القبر لا مالكش دعوه انا هتكل على الله من غير ما حد يجي لا خوسهم قول لهم انا بيجي يعني انت هتخلص كل حاجه انا بقى علي كل شيء شوف علي جوازي استنى 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 خيمه العزاء والدفان والمكفن ولم كله وحتى اللي يغسل كله علي يعني اروح اموت دلوقتي وانا مطمن وانت مطمن ابدا صدق حراني امزح لا 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 انا ما امزح بس الواحد يخدم صاحبه في جواز بيبه جوازه انما في موته اعمل حسابك موتك على حسابي هنا يعني تشجعنا على الموت ما بالموت الموت كاس كلنا شاربنا ان شاء الله هي لكن يعني لا تخلي في بالك انت لا تحاتي يعني صورت مدفن فريد الأطرش وينه؟ وين صورت؟ اشرح لي يلا شو دلوقتي ده المدفن انزين مدفن موجود
المدفن ده من على فوق من فوق الارض زين. في فتحه تحت اللي انت شايفها دي هي المربعه دي زين. دي متغطيه بلوح احجاره زين متغطيه برمل فيجي يشيل هو التراب بقى يجي يشيل ده تلاقي فيه سلم تحت زين. السلم ده بقى مش كم يعني ممكن يكون زي غرفة عادية زين بس تحت الأرض يجلسون قربه؟ يعني مش يجلسون يخشوا يقعدوا لا يحطوا الميت ويفككوا عليه ويطلعون ويطلعون يسيبوه عليهم مكان بس لكن من يدفنون الحين ما يصيرون له إلا يمكن يخيس ويقطن متى يروحوا له؟ بعد ثلاث أيام من يموت بريحته ثلاث أيام لا ما دي تبقى مقفوله صح يعني مقفوله مضغوطه جامد يعني مش حتى ما تحسش فيها ريحه خارجه للميت ولا حاجه نزلوا حق الميت بيزورونه بعد ها ها نزلوا تحت عند الميت يزورونه امال شو عيال كده اقعدوا برا فوق ما يدخلون داخل لا 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 متى يدخلون لداخل بس موتوا لا لا صدق والله لا لما تدخلوا بتفنوا بس من يدفن الميت ما يصيرون له لا لا خلاص هل كيف تقول يروح يشق وشق وشق؟ في زمان يقول لك كان في زمان يقول لك ان هو الميت ممكن يكون صاحي، دي عاده فرعونيه مش عندنا يعني زين مصريه زين ان لازم نروح ثالث يوم للدفن زين فاذا سمعوا كان منو اخر شيء ميت عندك انت؟ انا ميت الحاجة تحيه الله يرحمه من مات التحيه؟ ما حد مات؟ في اولاد عمتي ودفنوا هنا برضه بنات وحضرت انت؟ حضرت اثنين زين ورحت تشقوا عليهم بعدين؟ رحنا لا هو بيبقى قريب قوي ليا جوزها ابنها هو اللي بيروح انما ابن عمتها ابن خالتها ده بيحضر الدفن بس ماشي بس الزياره دي بس كملتش حد ولا مصر كنت فين للطلب زين قال لي 10 دقايق وجاي هبعت لك المفتاح هيكون لك في مع حد من الميتين ولا حد من الصحيين لا حد من الصحيين مش ميتين بعده ميت ولا حاجه يا الله شو هالحال شو هالحال انتم كبركم ميتين يا ابو كنت ما بحيي انا المرحومين انت انت تعرف انه بيقول باقي كل سنه على الاموات كذاب لا اخويا وامي مش كانوا هنا لسه قربك الله ما تشربك يا امي واخويا مش كانوا لسه هنا لا لا اخويا اسامه ابن محمد الجداوي انا بقول لك لا يبقى مش انت مش موجود بقى مش لا 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 كذاب يا ولد الحلال انت عندك مفاتيح ولا لا ما فيش حد اكتب منك يا بل العيله كلها كده ولا ايه كلهم كذابين كده هم ليه يا رجاله العيله كذاب ابن كذابين كلها تيجي عند مدام رجاء اهو كل الناس الحمد لله الحاجه ما بتتنقلش طب استاذنك اقول لك كذوب حالتي لا والله ابويا اللي قال لي انا جيت تخابط عليك الكلاب الضاله بس البيع عيد عيد خشي زرت الاموات عيد تفضل يا مدام ده مدفن فريد الاطرش ايه وفؤاد الاطرش واسمهان الاطرش هذا فؤاد فريد ده فريد ايه وده فؤاد هذا نو فؤاد هذا لا اخوه ودي اسمهان اخته ايوه ودي اسمهان اخته زين ودي صوره فريد ايه رحمه الله طيب اطلع ده نبيل يحيى ابن عمه هو اللي جايبها ايوه دي معموله قنفاض مشغوله ايه بالخرز ايه ماشي وهو توفى سنة 1944 هنا هنا في المدفن زين وهاي صورة فريد روحه ودي صور بقى خارجية بتاعت الأفلام بتاعته سبحان الله سبحان الله زين حد يزورهم؟ حد يزورهم؟ معجبين زي احلامك ايه رحمة الله عليهم ان شاء الله فين السلم المنزل بالكهرباء؟ ايه هو تحت لك احنا هني في مكان هذا الحين هني موجود تحت هني العين جوا وهو مكتوب تحت انت لما حد يجي يزور يزورون يجي يتوفى شوف الحين الناس تيجي تقعد هنا هذا حق الناس تقعد هنا حق الناس تقعد انزين يترحمون على امواتهم وكل شيء يترحمون زين لكن يوم حد يموت في العائله جديد بنفتح بقى هنا المنزل وينزلون هنا تحت تحت الغرفه زي الغرف بتاعتنا العاديه ايه ويدفنونهم مع طبعا ويدفنونهم يدفن على طول ويظهرون كان موصي ان العود يتلفن معاه اهو العود مش كده حيطه العود اللي في الحيطه وين مفيش قصه لا 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 لا
عقبال منزورك يا حق علي، عقبال منزورك ان شاء الله. اكيد في حياتي، لا اكيد بس مفتاح حق الحياه. لا 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 ما بصير لحق تحيه ولا غير تحيه، بس خلاص زرنا سلم. ام كلثوم تخش شمال كده وقبل المطلع يمين شمال، يعني قريب. اه قريب. نقدر نروح مشي؟ لا بالعربيه لازم عربي. اصغر دري ولنا خلي يروي لنا يروي لنا العنوان. طيب اهو انت ايش سوى؟ تعال تعرف الوقت فين بالضبط. علي يقول انه يجي يزور امه ويزور ابوه ويزور امي. لا لسه عايشه. ما بيحصلش. امال ايه؟ ما بيحصلش ولا حد فيهم بيجي المطعم بتاع امي. والله والله ولا بيسالوا عليه ولا بيقعدوا الفتحه حتى على من يرمي هناك في البيت. من يرمي البيت يعني كذابين. لا 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 ايه لا تسيب هلا ربنا. الله اكبر. حتى الطوع بيشيد عليا. المحلات اهم حاجه والقصه اهم حاجه والمسخره اهم حاجه. انت اهم حاجه. لكن الجمهور ده انت اهم حاجه. حتى الجمهور بيجوا يدفعوها حتى شعر الناس اللي بتشتغل. اللهم لك الحمد. اجرك ان شاء الله عند الله. الله اجرك عند الله ان شاء الله. الحمد لله. الله يستر عليك دنيا واخره ويخلي لك ان شاء الله الحق واولادك ويطرح فيكم البركه. الله يخليك. يلا السلام عليكم. مع السلامه ابوي. سلم على الاموات ابوي كلهم. مع السلامة يا فريد، مع السلامة يا اسمهان، واخوك اخوكم ما ادري شو اسمه. هذا ابوي قبرها، هذا قبرها يا الله يغفر لها ان شاء الله يرحمها. ابدا اللي نحن ابوي جاي بينكم الا جوله في المعاشر، من قبر لين قبر، من قبر لين قبر، ايش بتسوي ابوي؟ ووديناكم مكان ما حد وداكم له. بسم الله الرحمن الرحيم. وايد ظلام، ما شيء ليتات هني؟ اي هنا. هذا القبر. لا اله الا الله. وهني الناس تقعد صح؟ زوار يقعدوا هنا. زين ما في ليت يا ود حدا؟ لا اله الا الله. يا ريت كان في النهار بيكون احلى. سلام مشكورين وما قلت لكم استنى ادينا حاجه اليوم. انا اثنين تنقل سدنا حاجه. يا ربي هانتو ساعه تعالي صبري ها تعال الزمان طيب. يلا وانت طيب. يلا 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 مع السلامه. طيب يلا مع السلامه. مشكورين ما قصرتوا. مع السلامه يا حقه. شكرا يا عسل. مع السلامه. بارك الله فيكم. مع السلامه. كل سنه وانتم طيبين. الله يهمك حقه. نزع تحت امرك. شكرا. سلموا على الاموات ابوي اللي عندكم كلهم. قول لهم ابوي واحد يوم من هالبغام يسلم عليكم. ربنا يعطيك الصحه ان شاء الله وتيجي ثاني. بعد؟ الله لا قاله. اقول لك منين الحرمه هاي اللي ظهرت العيوز اللي عند باب قال برا ام كلثوم؟ ست العجوز هاي من اللي لا فراسه. في واحده ميته طلعت تهوى شوي. لا 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 واحده ميته سالت لي ام التربي ولا حاجه. ام الراجل اللي لابس ابيض فابيض الملاك اللي طلع زي علي يعيشون هاي كامل هنا في عيشه كامله ومدارس هنا قريبه برضه للاولاد وكل حاجه. سكن للترابيه. للترابيه ولا للناس؟ في ناس غير الترابيه. وفي ناس غير الترابيه ساكنين. من ازمه السكن في مقابر كتيره بيبقى من لها سقف كانها بيت بيأجروها. وليه هنا برضو خلو وليه ايجار وكل حاجه. والله اه والله وفي افلام كتيره مصريه ناقشت الموضوع ده. صورت اسر عايشه كامله في التراب. زين في وسط الاموات. شوف انت انا فين. منطقه المقابر اللي ودانا لها علي. يعني بقولكم يعني يمكن كم كيلو في كم كيلو؟ كذا كيلو في كذا كيلو. كذا كيلو في كذا كيلو من ساعه ونحن نحوط الا في نصهن. والدوله ساعات بتفكر انها تشيل المنطقه دي كلها، تنقل المقابر دي كلها في طريق 6 اكتوبر بعيد، وتستغل المكان ده كله في بين مساكن وبين حاجات فيه. بس هنا طبعا في ناس جامده مدفونه وليها جامده يعني ليها مراكز، يعني من اسر ليها مراكز، يعني بيرفضوا ان هم يشيلوا الرفات اللي هو العظم بتاع امواتهم يعني. بس لو هم يدوني مليون جنيه وياخدوا الابرياء مش مشكله يشيلوا معززين يعني. الحين الله يحفظكم. الحين هنا رقصي، هنا منطقه رقصي سايرين الحين خط من رقصي جدا كربه. كربه هذه على الله يحفظكم منطقه كلها شيش وقهاوي ويلسات وكافيهات ومطاعم. يا غير كربه مباني
تاخذ العقل تبيع وتشتري في كل اللي خطفت عليه انا من قبل. اسواق قديمه لكن من نوع اللي محافظين على تراثه لنا الحين، ما يعني ما بمخيس. ليش السبب؟ ما مكانهم ما بمحلط، لان المكان هذا اللي نحن فيه حاليا مصر الجديده تسكنه احسن الناس عندهم، يعني الناس المثقفين. ترى الجهل هو اللي يخلي العدني يغدي مكان وسخ، والاماكن هاي اللي نحن فيها حاليا اماكن ناس مثقفين، اهل دين، اهل تقوى، اهل دراسه، مهندسين، دكاتره، من كل طفش، من كل لغه. هالولاد يبيعون هاي عواي المنتجه السوريين، يبيعون حلا وابو حلا، وما يلسون عاله. لا، السوري يبيع اشياء سوريه، المصري يبيع اشياء مال مصر، يعني وكل مستمتع بوقته، مش كل اتكالي وعايش على فقيرة على ما قالوا المصريين. فهذا الشيء اللي يميز اللي ساكن فيه. حتى الفقير ما ييلس يطلب، الفقير اللي يطلب هذا مش من هالمنطقة. الناس الضعوف اللي من هالمنطقة شو اللي يسوونه؟ ما يلسون عالة على المجتمع يطلبون. اللي يطلبون تشوفهم في هالأماكن الراغية، هذا جاي من 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 الأماكن العشوائية، من الأماكن البعيدة، فيلسون فيها مصر الجديد، الزمالك، المهندسين، يلسون يخربون سمعة المكان هذا. فترى الطلاب ممنوع 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 في كل مكان، لأن الدولة تأمننا المعيشة زينة ويعطونا السكن والأكل والشرب. اللي تشوفونهم يحطونها مثل الفقارة اللي في كل مكان، ممنوع ترى الطلبة، لأن البلد كل البلد اللي فيها الطلاليب، ها مش معناته فقارة، معناته ان هاي الناس اتكاليين، يبون ياكلون من على ظهور غيرهم، يعني يبون الله يسلمكم يعيشون عالة على المجتمع، ياخذون بيزات بدون ما يتعبون، بدون ما يبذلون اي جهد. هاي شغلة الطلاليب، ذاك يقعدون طلاليب. لكن الانسان الضعيف شو اللي يسوي؟ يسوي له شغلة، ما عنده دراسة يشتغل ان شاء الله اي شغلة، المهم ما يغادي طلاب، ما يغادي شحات، ما يغادي اتكالي. وهالمنطقة اللي شو الحد يبرز يبيع مشوط، حد يبرز يبيع ابواق، يبيعون استشوارات، يبيعون زليقات، يبيعون شو بقول لكم، كل شيء يبيعونه، ما في شيء معين. يعني حتى الاسر هاي اللي اقول لكم المغترين واللي جايين لفوا منها بهب من هالبلاد، مسوي لهم صنعه، كان يمني ولا صومالي ولا سوداني ولا فلسطيني ولا سوري، كل عند انتاج. خاصة السوريين ما شاء الله تبارك الرحمن اللي موجودين في سنتية مصر، أبدعوا في صنع الحلويات والمطاعم كلها. حين 70% منها استوت سوريين من غير العوائل المنتجة السورية، شيء مهول تبارك الرحمن. ليش احنا نمشي وتقول تعبان تعبان تعبان؟ ليه بقى؟ ليه؟ لان كل ما طفنا عدال مال كنافه قلت تبقي منه كلت. زين طفنا طلع لسانك القرحه. زين خطفنا عدال راعي بسبوسه قلت تبغي وصرت. أيوة. بالقشطه بالقشطه. زين ومال لعبه القاضي وكلت. يعني شو تبي توصل؟ حلويات ربنا لازم ندوق من ده. لا علي هذا تاثير الحلاوه على الجسم يخليك تضرب تغدي كسلان. والله العظيم اي انسان خمول يعني خمول. انا ذاك كل ما نمشي تقول عاوز استريح. فاضل بس الجلاش لو كلته هفوق. احكيلي بقلاوه وانا شوف احلى شيء في الدنيا يوم تمشي عند المخبز يسدك ريحه بس الخبز وانت خاطفه المشلتت والمشمر والمأمر. زين يا حلويات هذا انا وين ساير؟ حق راعي القصب هذاك اللي تشوفون هذاك حقي انا. لا لا تتوقع انك انت بتتلته ولا بتتعذب في هالبلاد. عندك 10 جنيه بتشرب وبتاكل وبتعيش وبتتلذذ، وعندك ابوي 5 جنيه كذا الامتار، وانت انسان فنان وزقرتي شراتي ها بتيلس وين ما جيت وعيشه دنيا ابوي عاتبها محول. اللهم لك الحمد ما تدعي الا ان الله يحافظنا ويحافظ عيالنا ويحافظ امه محمد، يدوم علينا نعمة الأمن والأمان وين ما صرنا نحن وبلاد المسلمين أجمعين. جينا أبوي طلبنا قصب، دخلت له داخل حق راعي القصب روحه هذا عندنا من الفلهاك اللي كنا البحر عنده هذا. لا حل متطور
يعني كل مداخل ستانلستيل ودنيا وعلم وخبر، فلذلك هذا مكان مميز يعني يسد. لان قلنا لكم الكل دق حساب الرزيف، مثلا المكان انت في مصر الجديده كل الناس اللي يجون اللي هني كل الطبقه عاليه والناس يعرسين وجا. تعال ياي تعال ياي تعال يا الله. ترى شفت المغفي؟ لا دمي المغفي هنمونه هو هم يفرطون حبوب. ما تعرف شو مشكلتهم؟ شو مشكلتهم؟ واحد الحين انا جاي معاي ليش ودرني صاير هنا؟ يا سلام شفت القلم ايه؟ عزمك على عصير يعني كده بقول لك وين؟ يعطيك ماي يدي. ما شاء الله ما شاء الله يا علي. اصغر ها؟ اصغر كوبايه اصغر حاجه طول وجهك القلم. خيبر 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 ها 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 مش قادر اخلص. تبغى صارت كفته وكاتب صارت شو اسمه هذاك كنافه و... مش نزيه كفته وكنافه كلهم حرف الكاف الحمد لله. قول ريري 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 ايه ريري يا ربي. اقول انا ديدي ما يحتاج انت هذا ابو خبالدي. هذه عاد الحين كربه كربه هاي في نص مصل جديده. شو هالبنيان كلها كسور كلها كسور وهذه كلها الله يسلمكم تحولت الى تحت كافيهات ومكاتب وبيوت. شوفوا شيء من هنا بيوت ما زال وهذه قدام الحين ها كلهم مقاهي. احب اسير لين عين الماء بصور لكم. شو هنا سمعتوا علي شو اسي اسمع قد الضعن الحين اللي ما يدري بيتحرى عمره في الهند في دكاكين بمبي الأولية في الأسواق في هالمنطقة هالمناطق. شوفوا بالله عليكم أبدا بمبي الأولية. شوفوا بالله عليكم سبحانك يا رب. نفس الحضارات نفس البنيان نفس الطريقة. كلهم تشوفونهم تحت كلهم كافيهات ومطاعم ومقاهي بلدية. فتالي تشوفونهم يعني كلهم ناس من المتطورين يعني ما من الناس العاديين. هبل من وين كنت أنا البارحة يعني يوم يقول لك مصر شوف ما شده كلها مقاهي كلها قهاوي وكلها كلها العرب يعني حي يعني تتحرك سير هويه ومعيدين يا شرات يعني مصر كلها عياد وكلها فراح وكلها ابتسامات وين ما تصد كل مكان ما تلقط المويم كل يضحك يتبسم وينكت وحتى لا يايد ولا يعلم تلقطه مفرفش تلقطه. شو السبب؟ متأقلمين ويا حياتهم هذه هاي عيشة تم الله خالجنهم وأقلموا عمارهم على هالحالة أقلموا حياتهم على هالحالة. فلذلك يعني تلقط سبحانك يا رب عنده ما عنده حصنان مريض ما بمريض يضحك ويتبسم يوزع الابتسامات صبح ومساء. ما خلينا مكان اليوم ما خلينا قبور ما خلينا مصر الجديدة ما خلينا مصر القديمة ها على ما تشوفون الدنيا كلها. وحين عاد سائرين الله يحفظكم الدقي سائرين الدقي زين ومعزومين على عشاء كان ابوي ما بروم اتعشى اليوم فطرت بطره وقت الريو اكلت اكل البلع اكلت اليوم لين هادم لين اعتدلت ضروعي من السراب هي والله. وحين سائر الله يحفظكم شوف الله عليكم هالبيوت يا ابوك هاك صور
قصور هاي على بناية ما تتشاهد. شوف هذا قصر قصر البارون. مسموح يدخلون قصر البارون يا استاذ؟ صباحا بس ممكن. اكيد المعلومه 100%؟ لا مش 100%. وصلنا عاد الحين الله يحفظكم، ركبنا طلبنا اوبر ويا ابن براس من الخدمه لين ميدان عمان هذا اللي في الدقي. والحين ساري تحيدون الكافيه اللي انعزبنا فيه من كم يوم خبرتكم عند قنبوسيت. واليوم بعد اول شيء عزلني علي ودوني اتعشى عشيات ابوي عيستا انشنست من كثر الصلاه. فلذلك ابوي قلت لهم عقب هاكل البادي كمكبره ما اصاب السكر فما بروا ماكل. فقلت لهم ابوي سامحوني. فحينها قلت لهم بجلس قهوة عندكم ما شيء مشكله. قال توكلوا على الله. شوف الله عليكم بطن، شوف الله عليكم بطن ادمي تحرى يا ابو خسار بشيء كان زني في بطن. انزين فبنينا سوي الجماعه في القهوه هاي اللي عازميننا فيها استكان وخلافه برد الحدث الساعه ولا ساعتين ولا نص ساعه عند الله. يلا عاد بيموتون على الادوار. يميزها مصر هالبلاد. شوف وين ما تمشي سامانك ابوي ها قدامك الفواكه والدنيا ها يقف فص عويس. ها فص عويس ابوي مكون. الدنيا مريودة بارك الرحمن. ها شو تبه؟ عاوز حاجة؟ يا غربك الله كذب. السلام عليكم يا حق. أقولكم ها ذاك وين القهوة؟ كلها انجلبت الدنيا، كلها كافيهات مقاهي الأماكن هذه كلها يعني. يلا بنا مسخلاف عاد. المنطقة كلها هاي كافيهات. كلها هذا احنا سايرين الحين كاف الكوفي. المنطقه والله جميله يعني عبق مصر، ريحه مصر يعني مال مصر يعني ما بمال اوروبا، لا مصر هاي هي مصر. مصر القاهره هاي مصر يعني هاي المونته. منو تيوز له مصر؟ تيوز مصر للي الانسان اللي يبه مصر ويحبهم ويحب الناس. يسمع اللذان، يشوف اللوادم، يسمع البساطة، انك تخفة الطينة تجوز لها البلاد. واللي يبى ابويه يحط عمر في شامخ يبى ما بتجوز لمصر، ما بتجوز لابويه، لان هو ما يبى. هو لو يبى شيء ثاني كان هو ما يبى. يلا رايكم نارس خلاص. يلا ايه رايك؟ واحد اثنين هوبا. وصلنا عند الجماعة حين في هذا في الكوفي. أنا طلبت سلطة وشوربة. وعلي شو طلبت أنت؟ سلطة وشوربة وتشيز برجر. ها؟ شلات ربي سندوتش تشيز برجر؟ إيه؟ ليش بحس إنه شيء بسيط يعني اللي طالب إنه يعني فيه؟ مش أنا مش عايز كثير يعني. طيب مزبوط ايه في مزبوط ايه 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 مزبوط يلسه والله جميل والجو ياخذ العقل. فوق شارع الطربال ها ياسين والشباب ها هذا الشاب الوسيم وهذا الشاب الرشيق استغفر الله العظيم. لا اللي حرام زين. وياسين ابوي بتشاهدين جرنين وداس وهذا وحاله وقبلنا شياطر بالسوق. انزين خل عاد الحين لا قوه. اقولكم سيرتي اليوم كانت الحمد لله الهدف منها على الله يحفظكم من سيرة القبور يعني قبر حياة تحية كريوكا وقبر أم كلثوم وحياة أسمهان وحياة فريد. الأربع قبور هذه شو كان مرادي أنا من السيرة لها؟ شو السبب يعني؟ ما أعتقد حد في الكون من الفنانين عاش في العز اللي هم عاشوه.
واللي حد استوت له استقبالات ولا مراسم توديع او استقبال او حفلات او بندليج او عز او شهدة او شخصيات او سافروا او يو او يعني تخيل ام كلثوم الحفلات اللي تسويها ملوك يحضروا لها، ملوك عاشت في عز ما حد عاشه في الكون، تفرش لهم السجاجيد الحمراء، يستقبلون رؤساء دول تستقبلهم، من انت يا اسمها انت يا اسمها، وحياة فريد وحياة عبد الحليم وتحية كريوكا وحياة ام كلثوم، عاشوا حياة رغد وناس وعز. اعتقد حد في الكون حصل عز شرات ما ظني من كفنانين وكناس يعني عاديين، لانه مش ملوك اللي فيهم امير هو حياة فريد الاطرش، لكن فريد الاطرش على فكرة هو الوحيد بين الفنانين اللي عاش غني وتوفى غني، باقي الفنانين عاشوا اغنياء لكن ماتوا مبلغين حتى حد يتعبل منهم، مبلغين حتى حد يدي عن صيوان عزاهم، ماتوا ما عندهم بيزة يحد تشوفها عيونهم، الورثة العنا والساعة الجديمة اللي تموا يصبروا على ضيمه ضلايمهم على أساس يارثونهم، ويوم ماتوا ما لقطوا عنهم. فمثل ما قلت لكم فريد الوحيد اللي يوم توفى كان مخلف بناية تجارية، لا وخلفها كان يتمنى ان تكون عنده بنايه تجاريه، ومن زهبه البنايه الله خذ اجله، ما الله راد له انه يتهنى بهالبنايه، لا يصير بعيد. ومن العز اللي عاشته حياه ام كلثوم، كلثوم يعلى الله يحفظكم كانت تتغاضى عن حفله في باريس سوتها $1,000,000، هاك السنين المليون دولار عباره عن مليار دولار عباره لو بتنحسب العمله الحاليه، وكانت غنت في مسرح اسمه مسرح الأولمبيا، هي الوحيدة فنانة على مستوى العرب اللي أحيت حفلة في باريس على في هذاك الوقت يعني، وجميع السفراء حاضرت لها. لا تسيروا بعيد، حياة الشيخ زايد عليه الجنة ونعيمها حاضر حق أم كلثوم، نعم حاضر حق أم كلثوم، والحفلة كانت في نادي الوحدة الأول، ما بس من نادي الوحدة، نادي الأول يصغرونه نادي هالزعاب، نادي أبوظبي أظني اسمه اللي وين حين نادي الوحدة هناك، وروحي أنا حاضر يمكن عمري أظني سبع، إني كان عمري 7 سنين، حتى حياة زايد حاضر، وكان هاك الأيام تبع وزارة الإعلام حياة، وكان حياة الشيخ أحمد بن حامد يعني العظامة هالجنة، هو هال الوزير وزير الإعلام، والوكيل كان عبد الله النويسي على الله يعافي ويعفو عنه إن شاء الله. واستوى حق حياة أم كلثوم استقبال ما حصل حق أي فنان في الدنيا العودة، ولكن يا غيب ما أتذكر شو استوت لها من الحفلات، يوم يومين ثلاثة ما أتذكر، في أبوظبي في نادي الوحدة، لو النادي أبوظبي يسمونه يوم ولا يومين، لكن أنا حضرت حفلة وأتذكر ما يلست دخلت وظهرت خاري عند الباب، واتذكر فوق المسرح كان من تشينكو، تشينكو طاخ وطرباخ وطاخ وطرباخ، هو بعد حيد هاك اليوم، نعم اني صغير. ومن الألقاب المميزة اللي حصلت عليها حياة أم كلثوم في حياته، حصلت لقب سيدة مصر الأولى في عهد بنو جمال عبد الناصر، ومن عقب ترى قبض أنوار السادات الحكم، نشت أبوي السيدة جهان السادات وقالت أبوي ما يستوي أنك أنت عندك اللقب هذا، نشت أبوي ومرطت الاسم عنها وآزمت جهان السادات هي سيدة مصر الأولى، ومرطة أبوي الاسم عن حياة أم كلثوم قصب زور، وكذلك أسمهان، وكذلك حياة عبد الحليم، وكذلك جميع الفنانين. ولو شفتوا انتوا قبورهم رخام ومرمر والدنيا والاول العالم يتمنون شوفهم، تتمنى شوفهم. هذا ابوك كله هذا اللي شفتوه
ما شي فائدة. كل هذا زايل. ليتم أبويه سمع الطيبة وليتم الله يسلمكم الصداقة. فلذلك لازم أبويه مدام حي يعد علاقته ويا العرب ويا الزين ويا الشين، يازم صديق الناس كلها، ولا يغضب خطر حد ولا يزعل من حد، وما يلس يغدي قاطع، ولازم يبر بوالديه. كان يبى الله سبحانه وتعالى يساعده في الدنيا قبل الآخرة. لا تدوم القصور ولا تدوم أبويه البيزة ولا يدوم العز ولا يدوم، ما يدوم إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فلذلك القطاعة وقل المخافة من الله وقل الوصل وهجر الصدقان، هي نعم لازم يوم يحير ربعه ويحير هله ويحير أرحامه ويحير ربع أرحامه وصدقانهم وأنسابه، كلهم أبوي النسب له عليك حق، والصاحب والصديج واليار. وحتى فالمراد فهمه أن أبوي ما يدوم إلا الله سبحانه وتعالى، ولازم الآدمي يمشي ويعد خطاه، ولازم أبوي الآدمي يغدي واصل، ولازم الآدمي أبوي ما تغره الدنيا ولا يغره اللي عنده ولا يغره أي شيء في الدنيا العودة. الغرور هذا والآدمي اللي يتحرى عمره يملك الدنيا كلها، الدنيا أبوي زايلة. ما تتم أبوي إلا السمعة، ما تتم إلا السمعة هي اللي أبوي تفتح لك أبواب الخير بدامك حي، وتفتح لك أبواب الجنة من عقب مماتك. اللي واد أبوي بتذكرك بالخير وين ما في أي وقت كانك حي لو ميت، لأنك إذا أنك أنت ما فيك تكبر، ما فيك تجبر، ما فيك الكبر لله سبحانه وتعالى. ملوك ورؤساء وقدوتنا تبارك الرحمن شيوخنا، طاعة تواضعهم كيف؟ شوف التواضع حين تجبر والكبرياء، الناس كلها ودرته اللي مخلف عليهم واللي مخلف عليهم، وملوك ورؤساء وأولياء عهود يبقى نفوسها صغيرة، واللي عنده 10 ربيات ينقز على كراع ويقول أنا وأنا ومن خذني قتنا. شوف ناك اقطع الله منا خابر، اقطع الله منا خابر، ما بنا شيء يعني، ما بونا والنعم حين والعز أبوي إذا أنك أنت ما تحافظ العز. شوفوا العز والجاه والمنصب هذا أبوي ما يدوم، اللي يدوم العمل الصالح والأخلاق، الأخلاق الطيبة، المعاملة الزينة، اليود، الكرم، هذا أبوي اللي يدوم ويخلي سمعك تدوم. إنما أنت بتبطر في دنياك هذا أبوي زايل، أنت بكبرك بتزول، أنت بكبرك بتزول لأنك بطارك في دنياك، أنت ما مشيت وعديت تخطاك. فسبحانك يا رب من عقب هايك الدنيا وهايك الزل اللي تفرش حق أم كلثوم، من عقب هاك البندليج اللي مسوين حق عبد الحليم، وين ساروا؟ وين تلقطت هاي العالم؟ وين تلقطت؟ وين العالم اللي يصيحون عليهم يوم توفى حياة عبد الحليم؟ جميع الوادم انتحروا من عقب موته، جهنم عادها بتاكلهم. هي نعم انتحروا يوم مات ما يازلهم انه مات من كثر ما يعشقونه. سبحانك مخطفوا بجنازة عبد الحليم، عازم ما يعقون عمارهم اللي وادم فوق البنايات، دربي وكلهم ابوي في الدرك الاسفل، كلهم في صقر، بعد ما في الدرك الاسفل مرة، لا في صقر مرة، احمى شيء في جهنم هي عاقين عمارهم. والله سالفة ورجاله مات، ودر أبويه الدنيا، ودر القرقعة والصدعة والديانة، وصار له ربني حاسبه، وعاش عز ما حد عاشه، وتوفى. أنتوا حين تعقون عماركم وتجتلون عماركم بتلحقون يعني؟ هو أبوي حساب غير، وكل آدمي أبوي هذا، وحين توني جاي من قبره روحه ما حد عنده، وحياتهم كلهم روحه فقيرة. وقوم عبد الفريد الأطرش أبوه كان عداله، وأخته أبوها ظني هذا عداله، أخوه أخوه ثرى أخوه عداله، أخوه الله يرحمها ويرحمنا ويرحم أمة محمد أجمعين.
يلا عاد بس عليكم انا امس عاد باكر ان شاء الله اذا الله راد نشوف شو من نواتق نطالع لكم باكر. الله كريم ما يندر على شو من العلوم اللي من الاخبار. هاي اربعتين وياي اتنقم بهم واتمسخر وياهم ونمزح ونضحك ونقصر الدوب ضربه ومبسوط وياهم بي من 15 سنه ومتعايشين بما يرضي الله. يايزيل لي ويايزلهم ولو ما بيايزلهم ما تموا عندي هالسنين هذه كلها. مستحيل مليون ما حد يموت مليون. يغير لو ما بيايزلهم وانا الجانب هالي اظهره بس للضحك والسوالف. الله سبحانه وتعالى هو اللي يشهد علي الجانب اللي اظهره هذا بس للضحك. وهذا اسلوبي انا من يوم انا ياه لين اليوم. انتم توكم تعرفوني برايكم. اللي عرفني من استويت ترى يعرفني. يا غير اللي توه شايفني وتوه عارفني يقول في خاطره هذا بلاه النموني عامل اللوادم ابوي راضب بي وراضب بهم. ويا يزيل لي انا تعنى من دار لين دير عسبهم ما يبقى 15 سنه وانا مقصر دهر وياهم اقصر الدوب وياهم ويونسوني واضحك. انا ابوي ما احب امشي ويا اللوادم ثقال الطينه واللي ما يسوون مغيه ولا سوالف ولا يضحكون. شبا المويم شبا يجيب لي انا احط لي ودع على كبدي. لا والله ابوي انا ما داني الا الخفيف ولا داني الا الضحك ولا داني الا السوالف. من استويت هب من اليوم فنان زقرتي احب الطرب واحب الاناسه وخايفه من الله حاج بيت الله واعتمر واسير واصلي كل فرض ولا يفوت واصوم مره كل شيء اسوي. يا اخي ما بويم ان شاء الله كالفني ما شيء كالف. وتصبحون على خير وباكر بنطالع لكم شيء من النواتق وبنعد عليكم. العلم عند الله. شو عاد باكر النواتق وشو العلوم هذا شيء ابوي علمه عند عالم الغيب. يلا نجريكم التحيه والسموحه من جنابكم وسامحونا ابوي اللي ما يازله سيره المقابر والمعاشر واللي ما يازله ابوي الخناخش وين اسير ما بيدي حيله. ألد العيش ابوي ما تهوى النفوس وهذا ابوي نفسي انا هذا الشيء اللي تهوى كل شيء ولا شيء. راحتي وقت ابوي راحتي وقرة عيني احسن لي من لبس الحريري ولا ايه يا محسن؟ تمام يا فندم. يلا تصبحون على خير. انا الحين سايرين احنا في دبي وعالينا محي الدين ابو العز ومصدق وين؟ كلها ابوي عالينا ونحن الحين بالنصيبه ورانا ميدان عمان وحين بطال السياره وان شاء الله بتوكل على الله. يلا تصبحون على خير. اني حديث وانا في الطريق ولا شيء ترى مستوي ولا علم ولا خبر امسكم هم مايه ما باليد الحين. يلا تصبحون على خير واحلام سعيده. ابوي الحين عندكم وبتنشون الفير حق صلاح هنا. يلا ما زينك يا الحنطور ما زينك يا الحنطور. الله يا زين من الوقت هات السنين عاده الثمانينات و اوائل التسعينات. الخلق الله اللي براجعهن واللي شو بقول لكم المفرخه والبنيات واليحال الكبار والصغار كلن ابوي بحناطيرهم كلن حرامي بالعشره حناطير كلن حريم براجعهن من كبري لين كبري من كبري لين كبري. ما زين الا ايامك يا مصر. والله الا مصر الا زينه. ما شي شراته ما شريت توني قلت لكم تصبحون على خير. اني قلت لكم تصبحون على خير ما ادري ليش تبعد الديثار مسلوه. يا ابني شو اسمه الحنطور يا ابني الحنطور لما يا ابني ما رمستكم. يلا تحيدون علي عيبي ما رمي ود عمري ما ارويكم اياه ولا ايه يا محسن؟ تمام كذا وايد حلو.